طماطمايه متقطعه مكعبات، وكمان نص كوبايه من الزبده ونص كوبايه بقدونس. اما العجينه هتكون 300 جرام من الدقيق، عليها 3 بيضات، عليها كمان معلقه من الزيت الزيتون ورشه، معلقه صغيره طبعا، ورشه ملح، ومعلقه صغيره من اللون الصحي او لون الحبار اللي انا قلت لكم بنعمله ازاي. هقول تاني المقادير بتاعه العجينه قبل ما تتشال: 300 جرام من الدقيق، 3 بيضات، عندنا كمان معلقه من زيت الزيتون الصغيره ورشه ملح، ومعلقه من اللون الاسمر الصحي هيدينا لون المكرونه السمراء اللي انا بقول لكم عليها. اما مقادير السمك: 750 جرام من السمك السلمون الطازج، ومعلقه زعتر، ومعلقه فلفل مجروش، وربع كوبايه من عصير الليمون، وطماطمايه متقطعه مكعبات، وكمان نص كوبايه زبده ونص كوبايه من البقدونس. لو احنا عايزين نغير سمك السلمون، يعني في ناس كتير قوي ما بتحبش سمك السلمون او شايفه ان هو غالي، ممكن نحط سمك فيليه او اللي انتوا عايزينه من الاسماك. لكن هي الاكله دي مع سمك السلمون بتبقى رائعه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. ادي سمك السلمون قدامنا اهو الطازه، وادي الزعتر الطازه، والفلفل المجروش، وكله مع بعضه. ولكن احنا هنعمل العجينه الاول. هنعمل العجينه، هناخد الدقيق ونحطه في المكنه. هات شويه دقيق تاني يا احمد عشان لو احتاجنا، لان طبعا حجم البيض بيختلف، ممكن يزيد او ينقص. هنحط رشه الملح على الدقيق، هنحط 3 البيضات. يا جاسمين او يا ياسمين؟ ايوه يا جاسمين، ازيك يا حبيبتي؟ الو. ايوه انا سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. ايوه لو سمحت كنت عايزه اعمل البيتزا. حاضر، من عينيا هقول لك على البيتزا، من عينيا. حاجه تانيه؟ الو. حاضر، هقول لك على البيتزا يا حبيبتي. هنحط هنا شويه زيت صغيرين زي ما قلنا، معلقه صغيره زيت زيتون، وننزل حطينا كل المقادير مع بعض اهي، ونلف العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو حطينا اللون. طبعا ما هم شايفين يا مجدي، اهو اهو فضينا اللون كله. اللون كله فضيناه. هتلاقوا المكرونه دلوقتي بتبدا العجينه تسمر معانا او تدينا اللون المطلوب. شايفين موضوع في منتهى السهوله، ما فيهوش ادنى مشكله. بعد كده بناخدها نلفها ونحطها في الثلاجه مش اقل من ساعه، وبعد كده بنقطعها ونفردها بالمردانه شويه، ونجيبها في المكنه، عارفينها طبعا المكنه اللي هي بتاعتنا دي، نفردها. وبعدين بعد ما تتفرد، السمك اللي انا عايزه بقوم مقطعها شرايح ومدخلها جوه حته التقطيع الثانيه اللي بتعمل النودلز، هوريه لكم حالا. لان طبعا عشان نعمل العمليه دي ممكن ناخد اكتر من نص ساعه، بس لازم في كل مره نحط دقيق، لازم في كل مره نحط دقيق. شايفين ادي المكرونه الشكل النهائي بس عليها الدقيق. والعجينه اهي بدات تلم معايا اهي، عايز بس ياخد شويه اللون دول، خساره. شايفين ده النهائي، ولكن العجينه برضه هوريها لكم دلوقتي. عارفين انا لقيت شويه كده من اللون موجودين استخسرتهم، فقلت احطهم معانا. العجينه دي من العجائن اليابسه الناشفه، لازم تكون جامده، لو طريه عمرها ما هتتفرد معايا. خلاص كده احنا عملنا كل الحاجات والعجينه بتلم معانا. هناخد على ميه بتغلي، ميه بتغلي، نحط فيها شويه من الزيت اهو، ونحط فيها شويه من الملح، بعدين نسيبها لما تغلي. وهنبقى مع بعض كده دلوقتي نحط فيها العجينه. خلاص يا احمد، ناخد معانا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. الو. ايوه يا شيف يوسف، اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله، طول ما انتم بخير. تسلم ايدك. اشكرك، ربنا يخليك يا استاذه شيماء. لو سمحت حضرتك، الرز باللبن اللي حضرتك عملته بالايس كريم، ايوه يا فندم، ده انا عايزه اعمله يعني العيله او العزومه، فيا ريت حضرتك تقول لي كم فرد يعني تقريبا؟ كم فرد تقريبا؟ يعني 7. حاضر، من عينيا. لا اعتقد الكميه اللي انا قلتها تكفي 7 افراد. يعني طب لو عايزه اكتر شويه؟ لو عايزه اكتر شويه هقول لك تعملي ايه. حاضر، هقول لك تزودي ازاي. طب سؤال كمان معلش، اتفضلي. عايزه حضرتك تعملي لنا السمك صياديه. حاضر، من عينيا. حاضر. بالطريقتين بس بعد اذنك، عايزاه عمل الله يبارك لك يا شيخ. من عينيا. حاضر. على فكره هقول لك وانت معايا التليفون، في سمك صياديه
بيتعمل في وجه بحري عندنا في البلد، بيعملوه بسمك القراميط، بيبقى عبارة عن بصل كتير قوي، بس اللي ياكل الأكلة دي لازم ينام على طول. بصل كتير قوي بيتحمر وبعد كده بنضربه في الخلاط ونعمل بيه شوربة، وننزل روس وديول القراميط، مش الديول ديول يعني، الحتة اللي هي في الآخر، في الأول وفي الآخر دي الجزلة، وهنا بعد ما تتنضف كويس قوي في الشوربة دي. وبعد كده باخد القطع اللي في النص بتبلها بتوم وكمون وملح وليمون وحمرها، بتتقدم لوحدها في طبق لوحده، وان شاء الله نعمل لكم السمك ده للي ناس كتير قوي ما بتحبش القراميط، بس انا هعمله عشان خاطرك مخصوص ان شاء الله. حاضر. يا مدام ناديه. الو. اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا كنت عايز اعرف طريقه مقادير سبونج كيك اللي فيها الزبده. السبونج اللي فيها زبده؟ ايوه. هو في سبونج بتبقى فيها زبده وفي سبونش ما بيبقاش فيها زبده؟ انا اعرف السبونش لازم، دي بيسموها العجينه الهشه، لو دخل فيها زبده ما بتبقاش سبونش، بتبقى حاجه زي الانجليش كيك او من الكيكات الدسمه، فما يبقاش سبونش. يعني ممكن اقول لك انا مقادير تعملي بيها واحده مختلفه بس زي يعني قريبه جدا من السبونش بس تقيله دسمه، ما ينفعش تبقى سبونش، ما يتعملش منها الكيكات اللي احنا بنعملها بتاعت الفواكه والحاجات الصغيره دي. هقول لك عليها ان شاء الله. حاضر. خدنا الزعتر، خدنا زيت الزيتون، بنحط على الجهتين كده، قصدي الزعتر والفلفل المجروش. زيت الزيتون من شويه اتدلق تحت رجليا، فكل شويه اقول امسح زيت الزيتون امسح زيت الزيتون، فلسه اللازمه في لساني اهو. هناخد بقى زيت الزيتون فعلا اهو، ونروح على الشوايه بتاعتنا او على الطاسه، يعني زي ما عايزين تعملوها على الشوايه هتبقى جميله جدا. هنحط شويه زيت عادي الاول عشان نمسح الشوايه، وبعد كده هنحط شويه من زيت الزيتون على السمك، وبعدين عايزين تحطوها في طاسه مفيش مشكله، عايزين تحطوها زي ما قلت على الشوايه تبقى جميله جدا، فاحنا هنعملها على الشوايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هات لي سباتول يا احمد عشان هوريكم بس حاجه في سمك السلمون اللي بيتعمل بالجلد بتاعه. لما نيجي نحط السمك السلمون كده اهو، شايفين انا هشيل بسباتول اهو بشوكه واحطها كده، ولازم اضغط عليها شويه كده. عمليه الضغط دي بتعمل ايه؟ بتخلي السمكه مفروده يا عم عصام، لو انا سبتها هتكش. ايوه برافو عليك يا مجدي اهي. هنحط الثانيه وهوريكم اهو، اول ما بحطها كده هتلاقيها هتكش او مضغط عليها كده عشان تفضل مفروده معايا وتاخد حجمها الطبيعي السمكه. خلصنا حط السمك وبعدين هنيجي هنا المكرونه بتاعتي. الميه بدات تغلي، هنجيب مصفى نحطها جوه كده وننزل المكرونه بتاعتنا كده لمده دقيقتين مش اكتر. شايفين اللون؟ طبعا الابيض ده الدقيق اللي انا محافظ على قوام المكرونه بالدقيق. لو انا افترضنا ان انا عملت كل ما اجي افرد ما حطيتش دقيق هتلزق في بعضها وتبقى عجينه تاني، فانا بحط مع كل طبقه دقيق، وبعد ما بتتقطع معايا المكرونه بحط بخليها كلها دقيق عشان اقدر احافظ عليها ان هي ما تلزقش مع بعضها، لان المكرونه دي معروفه ان هي لزجه جدا، بمجرد ما بحطها بتبقى بتلزق في بعضها. هنبص كده على السمك، انا بس عايز اوريكم كل التفاصيل قبل ما نطلع الفاصل اهو. نرفع كده بالراحه عشان اوريكم الحته الجلده بتاعتنا شكلها عامل ازاي. الله ينور عليك اهو، وادي الثانيه. تعالوا اعمل الصوص بس بعد المكرونه، ايه رايكم بقى؟ هنرفع المكرونه اهو، ناخد حته زبده اهو. خلاص المكرونه كده زي ما قلت تاخدش اكتر من دقيقتين في التسويه الى 3 دقايق اهو، وطلعت معانا اهي شايفينها اهي اهي يا فاطمه اهو اهو. هو فعلا البلاك. لما بقول لك اول مره تحصل اول مره تحصل. يا استاذ محمد. يا استاذ محمد. الو. ايوه اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي اتفضل. انا كنت عايز اسال حضرتك بس عن الكيك. الكيك حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ أي نوع كيك ولا كيك معين؟ يا أستاذ محمد. حاضر. هناخد شوية من البقدونس على المكرونة
ونجيب الشوكه يا احمد، وشويه صغيرين من الطماطم الصغيره على المكرونه، وشويه ملح صغيرين فقط، هي طبعا واخده ملح جواها، ونقلب مع بعضه. ما تستغربوش اللون، طعمها غير طبيعي. اهي اهي قدامكم، اهي اهي اهي. اصل في ناس كتير قوي هتشك في اللون ده وتقول لك مش عارف ايه، لا بالعكس طعمه حلو جدا واللون طبيعي جدا وجميل جدا. السمك عندي مش عايز تسويه تاني، انا تعمدت ان انا اسيبه على الشوايه عشان ما ادخلوش الفرن، هو كده خلاص، وهفتحه لكم النص. كل اللي انا هعمله دلوقتي هنعمل الصوص، هنعمل الصوص قبل ما ناخد الفصل. ثانيه واحده يا حاج مجدي، هنعمل نحط كزرونه، هنحط عصير الليمون. اول ما هيغلى عصير الليمون هحط فيه بقيه الفلفل المجروش والزبده، واعمل بها الصوص، واديله شويه ملح وفلفل، وبالهنا والشفا، مش اكتر من كده. عشان كده هنستاذنكم في فاصل سريع، بعد الفاصل هنقدم الطبق بتاعنا، خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده بنضيف الصوص بتاعنا بعد ما عملناه. كان عباره عن ربع كوبايه من عصير الليمون، يا دوب حطيناه على النار اول ما بدات تغلي عشان ما تمررش، قمت نازل عليها بنص كوبايه الزبده قطعه ورا قطعه مع الضرب كده بالمضرب، وبعد كده حطيت عليها شويه من الملح والفلفل المجروش، واخر حاجه حطينا عليها الطماطم المكعبات، وكمان حطينا عليها البقدونس. وشكل الطبق انا ان شاء الله بمشيئه الله هقول لكم، للي بيروحوا المطاعم الكبيره هيلاقوا المكرونه دي، وانا مش زعلان والله، كمان مره انا سعيد ان في اكلات كتير جدا انا بعملها بتنفس في اكبر مطاعم مصر، وانا بقول على الهوا اهو، والحمد لله رب العالمين. ده مش حاجه تزعلني، بالعكس حاجه تخليني ابقى سعيد جدا ان انا بدي افكار لناس كتير جدا، والحمد لله ده زي ما بنقول بيخلينا كمان هو اللي احنا فيه ده بسبب كده، الحمد لله رب العالمين. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحلو بتاعنا النهارده.